ثاني لابد أن نمسك عن كل المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب. ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب. وما يجري مجرى الطعام والشراب، لو أخذ قطعة بلاستيك وابتلعها أفطر. أو ما كان يغني عن الطعام والشراب مثل الإبر المغذية في المستشفى هذه السيروم. ولو تعمد القيء، تعمد خرج، إذا لم يتعمد وخرج منه شيء لا يضر. والحجامة أو التبرع بالدم مو المفطرات. أما أخذ عينة من الدم، قليل من الدم، أو جرح خرج منه دم، هذا لا يفطر. والجماع. ولو تعمد إخراج المني أفطر، لكن إذا خرج منه المني وهو نائم، نام مثلا بعد الظهر خرج منه المني وهو نائم، صيامه صحيح. إذا لابد تحافظ على صيامك من هذه المفطرات. الأكل، الشرب، تعمد القيء، تعمد إخراج المني، الجماع. التبرع بالدم.